Donc les objectifs sont la promotion de la prévention des risques et pathologies d'origine professionnelle. الحقوق الصحية والاجتماعية، تعزيز المساواة، مواجهة العنف الجنسي بكل أشكاله. تلك كانت خلاصة المائدة المستديرة التي نظمت بمدينة طنجة وحضرها عدد من الفاعلين في المجال الحقوقي والاجتماعي. الندوة التي وجهت أبرز تفاصيلها لتناول مشكل حقوق النساء العاملات في قطاع النسيج بالمدينة جاءت تتويجا لعدد من اللقاءات والحصص التحسيسية التي انفتحت من خلالها جمعية ميديكوس موندي على معاناة وتجارب النساء العاملات بقطاع النسيج على الخصوص بمختلف المناطق الصناعية بمدينة البوغاز. حاولنا اننا بالخبره ديالنا اللي عندنا في التعزيز ديال الصحه داخل ميدان الشغل، قلنا اننا غادي نقدموا واحد المجموعه ديال الخدمات توعويه تحسيسيه تكوينيه لفائده جميع الفاعلين داخل شركه قطاع النسيج، بما في ذلك الحملات التوعويه والتحسيسيه لفائده النساء العاملات قطاع النسيج بالحقوق ديالهم المهنيه وفي كيفيات الوقايه من الامراض المهنيه والاخطار المهنيه داخل القطاع، كذلك دورات تكوينية لفائدة مندوبي الأجراء، مؤسسات مندوبي الأجراء ومؤسسات اللجان الصحة والسلامة داخل الشركات اللي كنص عليها القانون، ولكن كتلقى أن واحد المجموعة ديال النساء اللي كتشتغل في هذا المجال كتجهل تم الوجود ديال هذه المؤسسات. ندوة طنجة كانت مناسبة لتقييم أوضاع النساء العاملات في قطاع النسيج من مختلف الأوجه، خصوصا ذات الصلة بالحقوق والواجبات التي كفلها لهن القانون المغربي ضدا على الاستغلال الجنسي والمادي. هاد العاملات ما كانش عندهم ظروف باش يعرفوا شنو هو القانون، ما تحت لهمش فرص باش يطلعوا على بزاف ديال المسائل اللي كتخليهم يمارسوا حياتهم كمواطنين ويستافدوا من الحقوق اللي هما كيطمحوا دائما لها. اتحاد العمل دائما كيقولت في صف هاد العاملات كيعقد معاهم سلسلات او حصص توعويه تحسيسيه في كل ما كيخص المجالات الحقوقيه. كنهضروا معاهم شويه على مدونه الاسره، على النوع الاجتماعي، على المساواه، على المناصفه، على الحق في الشغل، الحق في الصحه. وهذه المسائل كامله كنلاحظوا ان هاد العاملات كلهن كيكونوا شغوفات للاطلاع على الحقوق ديالهم. Le contrat de travail a été terminé.